الوقت فتحت البوابات لخيل الانتاج. حصن الانتاج عمره 3 سنوات فاكثر صوت مفتوح الدرجات. انطلقت من علامه ال 2000 متر على جائزه نادي سباقات الخيل التقديريه بمشاركه معروف هلال نجد مشبهر الغدف الخضرم والجماني ابو السعود ومقام السعد. هنا الخضرم يبدا السباق ابن جراند سولوت فيما تمر الخيل من امام المنصه الرئيسيه والغدف يطارد الى ثاني المراكز والجماني في المركز الثالث ابن سكينج هوم فيما رابع المراكز لمشبهر ابن شيف هافوك والمركز الخامس لمعروف الاعلى تصنيف ابن بلوتيكال فورس فيما نشاهد ايضا المحاولات اذا في المركز الاول للخضرم الجواد الاشقر البالغ من العمر 3 سنوات معروف يتحرك من الخارج بشكل مباشر ياتي الى ثاني المراكز يحاول التقدم وتخطي المقدمه للتمركز في المركز الاول فيما نشاهد الغدف الى ثالث المراكز المركز الرابع لمشبهر من الخارج والجماني في خامس المراكز مع عادل الفريدي فيما الانتظار لمقام الساعد خلف الاسماء المتصدره وكذلك هلال نجد. وايضا نشاهد هنا مشاهدينا متابعينا الكرام لا زالت هنا الجيات كما هي منذ البدايه. هنا معروف يحاول التقدم في هذه الاثناء وكذلك اشاهد عبد الله العوفي بدا في طلب الغدف للتقدم في هذه الاثناء ولا زال الخضرم بجوار السياج كما انطلق منذ البدايه. هنا عبد الله مع الغدف عبد الله العوفي مع الغدف نايف العنيزي مع الخضرم الذي تقدم. هنا الكسس مرينيو يدفع بمشبهر بكل قوه للتقدم فيما اشاهد محمد سعيد يستحث ابا السعود في المركز السادس للتقدم. ها هو يتخطى المنافسين واحدا تلو الاخر. المنعطف الاخير ال 400 متر الاخير الخضرم الى المركز الاول يندفع بكل قوه. هنا نايف العنزي يستحث اكثر واكثر فيما الغدف ياتي من الداخل واشاهد كذلك مشبهر يحاول الدخول. المجال مفتوح المجال مفتوح جائزه نادي سباقات الخيل التقديريه بانتظار الفائز. من سيدخل من سيدخل؟ منافسه قويه الجماني 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 بطلا لجائزه نادي سباقات الخيل التقديريه الجماني بن سكينجهوم والام المعروفه نتالي جان لعبد الله علي جريد المطير دربات الغيث الغيث والقياده العادل فريدي. الف مبروك.